إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنتكلم عن قرار رئيس الوزراء بالإغلاق من 7 مساء للـ 6 صباحا وخمس أماكن فقط مستثنيين من الإغلاق دوت، هنتعرف عليهم. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم قرار ينص على غلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية اللي هي المولات التجارية وما يماثلها من المحلات والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من 7 مساء وحتى 6 صباحا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية وحتى يوم 31/3/2020. الأماكن المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالغلق من 7 مساء وحتى 6 صباحا هي المخابز، محل البقالة، الصيدليات، السوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها، خدمات توصيل الطلبات للمنازل فقط لا غير. حبينا ننوه ونقول لكم على الخبر كده في السريع، وحفظ الله مصر ووقاها من كل سوء. نشكركم وإلى أخبار أخرى إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.